السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لينفر ووركس بقدر أجمع الداتا من أكتر من مكان، فأنا لو جيت هنا على داتا سورس بيبدأ يجيب لي قايمة بالمباني اللي موجودة، بالكفرش اريا، بكل حاجة، الريلوي، بالرود، وممكن تكون في حاجات معمولة على برامج مختلفة. فبكل بساطة باجي هنا وأقول له إن أنا عايز أستورد من 3D موديل، من الأي إف سي، من سيت جي إم إل، من الريفت، زي ما أنت عايز، بوينت كلاود برضو. طيب في عندي خاصية جميلة جدا دي اللي هنتكلم عليها النهاردة، ان انا اربطه بالارك جي اس. الارك جي اس من البرامج القوية بتاعت اسري اللي هي متميزة في موضوع الجي اس. فانا ممكن اختار خريطة معينة، ممكن تكون الخريطة دي مثلا خاصة بالبايبس، بمصير المية والصرف وهكذا في المكان. ممكن اختار خريطة خاصة بالتضاريس، ممكن اختار خريطة خاصة بالطرق. فعندي انواع كتير جدا من الخرائط. ابدأ اعمل سيرش هنا فيبدأ يجيب لي الخرائط. ممكن تكون خريطة خاصة بالاستدامة، ممكن تكون خريطة خاصة بمرض كورونا مثلا. تمام، يعني بيبقى في داتا منظمة بشكل معين بحيث ان انا اقدر احصل على اللي انا عايزها. ممكن اقول له مثلا عايز حاجة من ماي كونتنت، وبتختار خريطة وتقول له اد تو ماي ديزاين بروجكت، فيبدأ يجيب لي الخريطة يستدعيها لي ويبدأ ان هو يدفع عندي. في لو انا عندي جروبس مشترك فيها او شركة اورجانيزيشن مشترك فيها، كل اللي انا اعمله ان انا اختار الخريطة اللي انا عايزها. تمام، تحدد اللوكيشن اللي انت عايزه. تمام، اخترت انت ديت مثلا، تبدأ تشوف الليارات اللي انت عايزها، المعلومات. وممكن اجي اعمل سيلكت كده على جزء معين لان انا مش عايز الخريطة دي كلها، انا عايز جزء بس بسيط منها. ممكن اقول له انا عايز ارسم مثلا جزء صغير هنا، اهو هو ده الجزء اللي انا محتاج ان انا اضيفه عندي. فلو انت اخترت الخريطه اللي انت عايزها هتقول له اد تو ماي ديزاين بروجكت، فيبدا ان هو يختار لك الليارات اللي انت عايزها ويضيفها لك للخريطه بتاعتك. تمام، هنا ممكن احدد الجزء ده بس عشان هو ده اللي انا عايزه، بحيث ان انا اختار بس ايه المنطقه اللي انا عامل عليها الدراسه بتاعتي. فانا اخترت مثلا انا البوينت وجيت هنا عند الليارات، قلت له انا عايز الحاجات الخاصه بست فرنتشر، او ممكن تختار الدرينج مثلا، او الحاجات الخاصه بالبايب. فالخريطه بتاعتي ما كانش فيها بايب، فتقدر ان انت تضيفها للمايزن بروجكت. فيبدا ان هو يعمل كونكت مع الارك جي اس ويبدا يضيف الخصائص ديت للقائمه بتاعتي بحيث ان انا اقدر اضيفها للمشروع بتاعي. هتلاقي بعض الخصائص أضيفت للخريطة وأقدر إن أنا أتحكم فيها.